أن الأمازيغية لغة رسمية. اليوم هذا الإقرار فيه واحد الشرط وما يتعلق بالقانون التنظيمي. إذن يجب أن نشتغل أولا انطلاقا من القاعدة الأساسية. نعم. والأصل في القانون دائما هو الإباحة. والإباحة نعم. كيش يجي شي حد يقول لك لا تتكلم الأمازيغية ولا لا تكتب اللوحة ديالك الإشهارية بالأمازيغية أو لا تقول هذا الشيء على الأقل هو الحق. الأصل هو الحق. اليوم الحق أصبح بمقتضى الدستور وفي ذلك فليتنافس المتنافسين. أنا أدعو لا تطبلوا يد المهنيين أطباء مهندسين محامين تبدأ مبادرات في هذا الشكل ديال أننا نعيش لغتينا معا. ثاني تروح مؤسساتيا خص المجتمع المدني ساهم فيه هو القانون التنظيمي. نعم. أنا أدعو اليوم كما كانت المقاربة مقاربة تشاركية فيما يتعلق بالدستور وفتح حوار وطني واسع مع الرافضين والقابلين كل شيء اللي عنده شيء أطروحة كالنقل. أنا أدعو اليوم إلى أن هذا الحوار الوطني يجب أن يفتح حول القانون التنظيمي. وإلا ما بدرناش كمجتمع مدني وكمجتمع سياسي من خلال أحزابنا ونقاباتنا وجمعياتنا وكذا إذا لم نبادر بفتح هذا النقاش غادي يكونوا متخلفين على ما استهدفه الإصلاح وما استهدفه الربيع المغربي. الربيع المغربي ونضال 20 فبراير و التجاوب الذي وقع بين المؤسسة الملكية والمطامح الشعبية. نعم. كل هذا المجموع اللي كان مطلب شعبي وتوفقنا في التوافق بشأنه بالنسبة للدستور الجديد فيما يتعلق باللغة تروح اليوم في القانون التنظيمي نستعملوا نفس المنهجية وبسرعة. نعم. خارج هذا الشيء خصنا نبذلوا مجهود. نحن المحامون الحقوقيون الجمعيات الحقوقية جمعيات المجتمع المدني خصنا نبذلوا مجهود. هل المغاربة يعرفوا أن كل تشريع ديالهم يجب أن يراجع؟ تماما. راه ديك الشروط الواردة في الولوج إلى المهنة ولا في القيام بعملين أو في الامتناع عن عملين أو في أخذ رخصة كل شروط القانون المغربي وهذه مسألة بسيطة صغير جهد يتبدل يجب أن تعدل في الصياغة بما يفيد إدخال الأمازيغية إلى جانب العربية في كل النصوص القانونية التي يريد فيها هذا الشرط. فيما كاين شي حاجة كتعلق باللغة خص في القوانين الدولة كلها خصها تراجع. كلها يجب أن تراجع وهذه مسؤولية ماشي ديال الحكومة خاصة إذا كان عمودها الفقري محافظ. لا يمكن أن ننتظر من هذه الحكومة اللي العمود الفقري ديالها كما قلت محافظ بالنسبة لمسألة اللغة لا يمكن أن ننتظر أنهم هم اللي يكونوا المبادئين المسبقين. ولذلك أنا أدعو المجتمع المدني وأدعو الجميع وخصنا نفعلوا الفرق البرلمانية في أن تطرح مقترحات قوانين تعجل بهذا الترسانة القانونية اللي خصها الإصلاح والتعديل. لأن كاين هناك تخوف عند الفاعلين الأمازيغيين اللي كانوا سباقين باش يدافعوا على هذا الشأن فأن القانون يصبح من آخر ما كتقوم به الحكومة الآن في الخمس سنوات ديالها ما دام أن عندها أجل 5 سنوات هناك تخوف أنه يتأخر وما يكونش من الأولويات. مع العلم أنه من الأولويات لأنه إجراء يعني حاجة جديدة بالنسبة للدستور المعدل. لا متفق معك ولذلك دور المجتمع المدني قوي في هذا الشيء من أجل الضغط وكذلك على الأحزاب الضغط على الأحزاب من الأحزاب السياسية اللي ما غتبناش وما تستوعبش أن المجتمع اليوم هو مجتمع أمازيغي وعربي إلى آخره إلى ما تعاني لأنه اليوم هذا الرصيد المشترك بين المغاربة جميعا من حق أبناء المغرب الذين لا يتكلمون الأمازيغية ولا يتقنونها من حقهم على هذه الحكومة والحكومات التي ستكون أن تسهم في أن المغاربة يعرفوا لغتهم كاملة يعرفوا العربية والأمازيغية. على ذكر الأحزاب السياسية كنلاحظوا بأن هناك عند بعض الأحزاب واحد السلوك اللي هو
يعني متناقض نوعا ما بين المواقف المحافظه اللي هي كتعكس واحد الايديولوجيا فيها جمود ما فيهاش ما وقعش فيها تطور اللي يلحق بالتحولات اللي عرفها المغرب خاصه في المده الاخيره، ومواقف اللي هي كتحاول باش تبين ظاهريا بان ما عندهاش مشكل، ولكن عمليا كيبان المشكل على مستوى التنفيذ او على مستوى اتخاذ المواقف الاجرائيه. فشنو السر ديال هذا التذبذب في الخطاب الحزبي؟ اولا هذه الاحزاب هي احزاب بحال المجتمع، والقضيه الامازيغيه يجب ان نتفق بانه في التعامل معها انا من وجهه نظري خص تجاوز مسألة الإيديولوجيات، لأنه غادي نلقاو حتى في هذه الأحزاب المحافظة تجد أصوات تقطمية، وحنا نسقنا مع إخوان في أحزاب اللي مسألة اللغة العربية عندها لا باش حنا في داخل أحزابنا لقينا مقاومات كذلك، ولقينا بمعنى كاين تيارات داخل الأحزاب. ولذلك أنا أدعو مناضلي الأمازيغية اللي مآمنين بالفعل فيه أننا نشتغلوا على هذه القضية، وأقول قضية هي قضية قضية ديالنا قضية أساسية، أن نشتغل بأن الأساس ديال الايديولوجيات يكون بشكل براغماتي هو في النتائج في المساهمات، تشوفوا تكون بهذا الشكل غادي نزولوا على نفسنا ذاك التعامل ديال لا ما نتعاملوش مع هذول لا ما نوقفوش. دونك الفاعل الامازيغي خصو يكون يعني براغماتي ويعرف كيفاش يكون قوه اقتراحيه ويتقدم يتعامل مع جميع القوى من اجل الوصول للنتائج اللي هو كي باش ندفعوا ان هذه المكاسب اللي حصلنا عليها هاد نشوفوها تتمشي على الارض، وباش تمشي على الارض حنا محتاجين لكل واحد، محتاجين لانه كاينه مقاومات وستكون هذه المقاومات خاصه ما سهلش الى الفتره الاستعماريه ولا حتى في الفتره ديال الاستقلال، ارتبط الاستقلال بمنطقة ان الجامعه العربيه وارتبطت المنطقه المغاربيه بالمنطق العربي المغرب العربي. شوف حتى في الصياغه الدستوريه راه عاد ولينا تنتحدثوا على بلدان مغاربيه وعاد ولينا تنتحدثوا لذلك هذا الشيء راه ماشي عند باقي عند النخب. راه خصنا نحرصوا ترسبات اذا خصنا نحرصوا باش يمتد هذا الشيء ويكون له امتدادات في وسط المجتمع في وسط كل الفئات، وما يبقاو شيء هاد المناضلين او هاد النخبه هاد الامازيغيه نبقاو لا سنكونوا موجودين في الاحزاب، موجودين في النقابات، موجودين في الجمعيات باش نتحركوا من اجل هذه القضيه العادله. الفكر اليساري عند الاحزاب السياسيه واش وقع فيه تطور فعلي داخليا بالنسبه لهذا الموضوع ديال تدبير التنوع الثقافي اللغوي؟ اخي حتى في هذا الجانب كاين انقسام كما قلت لك. احيانا تستغرب احنا شنو المذكرات التي بعثت بها الاحزاب، احنا كان عندنا نقاش داخل العيد باش نوصلوا الى ان العربيه والامازيغيه متساويتان، اضطررنا في المذكره التي رفعناها ان ننص على ان العربية والأمازيغية لغتان وطنيتان. فأحزاب أخرى ما تجاوز رفضت هذه المسألة، وكاين فيها اللي في اليسار، كاين اللي في اليسار وكانوا أكثر محافظة، كاين اللي وصل تبادل لكمات بسبب الأمازيغية بسبب الأمازيغية. ولذلك كما قلت لك قبيلة، أنا في هذه القضية وهي قضية وطنية قضية عادلة، نحن مناضلي الامازيغيه يجب ان نآ بها وان نبتعد نبعد على ان نتناولها بمنطق هذا يسار وهذا يمين ولا بمنطق لا، هي تكون ديال الجميع، خصها تصبح ديال المغاربه كاملين الذين يملكونها ويتكلمونها وكذا، والذين لا خصهم يدافعوا عن حقهم في ان تصبح لغتهم كذلك كما هو مدون في الدستور. سير شقر، الدستور الان كيعطي الاساس كيف قلتوه، ولكن واش هو كافي؟ الوثيقه الدستوريه بكل الضمانات اللي كتعطي
هل هي كافية؟ شنو هما الآليات الأخرى المصاحبة من أجل ترسيخ هذا الحق أو هذا المبدأ يصبح واقعي؟ أولا القانون التنظيمي يجب بسرعة أن تعمل هذه الحكومة على، وإلا ما عملتش هذه الحكومة على تنزيله، أنا شخصيا وأنا نائب تضير، لأنه كاين القانون التنظيمي تقريبا حتى في التراتبية القوانين يأتي بعد الدستور وخصو وتتعرف بأنه تيدوس في المجلس الوزاري سابقا عنده واحد القيمة قوانين في تراتبية القوانين. اليوم على هذه الحكومة، لأن هذا أمرهم الشعب المغربي برمته، يمكن لها تلك وتعطل فيما يتعلق بالقانون التنظيمي المنظم للعلاقة بين أعضائها الوزراء بين كذا، لأن هذاك شأن ديالها كيف يمكن يشتغلوا شكون اللي، لكن لا حق لهذه الحكومة أن تمر هذه الخمس سنوات بس المسألة ديال الهوية جات لا في الديباجة ولا في الفصول. أنا أعتبر أن لا حق لهذه الحكومة إلى ما أعطتش الأولوية للقانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغ. كذلك على مناضل هذه القضية وأطرها والنخبة الواعية أن تبادر إلى اتخاذ مجموعة من المبادرات في هذا الشأن. الآن مطروح علينا يولي نقاش داخل المجتمع حول هذا القانون التنظيمي، حدوده إمكانياته كيف كذا، ونجتهدوا لأنه ماشي فتحوا حوار حول هذا الأمر بجانب القانون. كما قلت هذه الحكومة مطالبة بسن كل القوانين، أي تعديل كل القوانين التي يجب أن تدخل. إذن الدستور هو أساس كافي، ما كافيش إلى ما عملناش على أنه يتفعل، على أنه لأن راه أجمل الدساتير كانت في العالم العربي فأعتى الديكتاتوريات، أجمل الدساتير التي تحدثت عن الحقوق والحريات والعدالة في الثروات والاشتراكية حتى وكذا وكذا، ولكن اكتشفنا في النهاية ما كانت لا اشتراكية ولا عدالة اجتماعية. راه دول ديال قبل جدار برلين كان الحديث عن الديمقراطية الشعبية وحديث عن كذا وعن كذا، ولكن مني اكتشفنا الواقع اكتشفنا. لذلك أخشى حتى في هذه المسألة ديالنا، أخشى في هذه المسألة وفي هذه القضية ديال الشعب المغربي اللي هي قضية الأمازيغية، وحنا قدمنا نموذج يجب نعتبر على أنها خطوة جبارة في الدستور، مكسب كبير. هذا المكسب حتى نلمس نتائج لابد من إجراءات قوانين، ماشي غير القوانين، سواء القانون التنظيمي أو القوانين العادية، الأمر محتاج إلى إجراءات تنظيمية، محتاج إلى مبادرات شعبية. يعني احنا محتاجين تصبح في حياتنا اليومية كل واحد فينا يبذل مجهود لتسهيل أو لتيسير التنزيل ديال دسترات الأمازيغية كلغة رسمية. قبل ما نتابعوا سي الشقار غادي نشوفوا روبورتاج تاني. إدماج الأمازيغية في مختلف المؤسسات كي تعتبر تحدي كبير، وإلا خدينا القضاء كنموذج كنلقاو وجهات النظر كتناقض أو فيها غموض حول استعمال الأمازيغية في هذا المجال، رغم أن ترسيم الأمازيغية أصبح أمر واقع. الآن ترسيم الدستوري للغة أصبح أمرا واقعا وانتهينا منه، ويجب أن ينتقل النقاش والاشتغال أيضا إلى كيفية تنزيل هذا الترسيم على مستوى الواقع. وفي هذا الجانب هناك العديد من الإشكاليات الموضوعية، هناك صعاب كثيرة تفرض على السلطات العمومية وعلى المجتمع أن يبذل جهودا مضنية وكبيرة وبأسرع وقت ممكن لكي نفعل ترسيم الأمازيغية على المستوى الدستوري. حسب علمي المتواضع كلما كان هناك متقاضي ما لا يتقن اللغة العربية أو الدارجة، فطبعا المحكمة تلقائيا تعمر أحد الحضور أو
مترجم بالحضور إلى جانبه لتقديم المساعدة للمحكمة. طبعا نحن أمام موضوع ليس بالسهل ويتطلب جهد ويتطلب مدى زمني ويتطلب تدرج، لا يمكن نهائيا بمجرد أن يتم التنصيص دستورا على الحقوق اللغوية والثقافية أن يتم ترجمة هذا الأمر على الواقع وبسرعة. طبعا لأنه فيه جهد بيداغوجي، فيه لوجيستيكي، فيه تكوين، فيه كذا، لأن هذا يتطلب طبعا عدد بالإجراءات ويتطلب مدى زمني طويل ويتطلب طبعا تدرج من أجل أن تحتل اللغة والثقافة الأمازيغية مكانتها الحقيقية في المشهد الثقافي والإعلامي بصفة عامة. البناء الديمقراطي في المغرب وتطور مجال الحقوق بمختلف أبعادها خلات الأمازيغية توجد طريقها باش تكون لغة رسمية في الدستور، بل وقبل ترسيم دخلات مجالات متعددة. امتلكت الدولة جرأة ملحوظة وكبيرة مفتقدة في العديد من التجارب الأخرى في العديد من الدول الأخرى للتعاطي مع هذا الموضوع بالنزاهة وبالكفاءة وبالموضوعية، وبذلك نعتبر ما تحقق لحد الآن هو إيجابي جدا على مستوى تكوين معهد الأمازيغية ليركام، على مستوى اعتماد اللغة الأمازيغية في المناهج الدراسية خصوصا على مستويات دراسية معينة، على مستوى إنشاء قناة أمازيغية، على مستوى النقاش السياسي الهام المثار في هذه القضية، وأخيرا على مستوى دسترة اللغة الأمازيغية. بعد الإقرار الدستوري، الأمازيغية في حاجة إلى فتح ورش كبير من أجل الاعتناء بها وتمكينها من ولوج كل المؤسسات. سيل شقر، كيف كيطرح الروبورتاج الإشكال القانوني مطروح وخاصة ما يتعلق بالقانون التنظيمي اللي غادي يحدد كيفية إدراج الأمازيغية في كل قطاعات الحياة العامة حسب الأولويات؟ واش عندكم تصور الآن حول بعض المحددات العامة ديال هذا القانون التنظيمي؟ شنو هي الأولويات ديالو؟ كيفاش خاص تكون فيه الأمازيغية باعتباره هو اللي غادي يحمي الأجراءات يعني تنزيل الدستور في هذا الموضوع؟ بداية أو المحدد الأول هو أننا بصدد لغتين رسميتين وطنية للبلاد، للبلاد برمتها، يعني بحال العربية بحال الأمازيغية، لأنه أحيانا البعض كاين في الحديث تعتقد بأن ترسيم الأمازيغية في الدستور يعني أنه غادي تكون الشلحة في سوس وغتكون الريفية هنا وغادي نعطو لا، نحن في الوقت اللي احنا مع كل ما هو جهوي ومع التنوع الثقافي اللي خص تعرفوا الجهات المغربية كلها ومع الخصوصيات التي لدى جهاتنا سواء الحسانية في الصحراء أو تشلحيت في سوس ولا تاريفيت ولا في زايان في الأطلس ولا في الوقت اللي احنا مع هذا الشيء كامل ومع مثلا العيطاء وأشكالها في مناطق أخرى يجب أن نعي أن الأمر يتجاوز هذا الأمر إلى أننا بصدد إنصاف لغة وطنية عرفت الظلم والحيف لقرون، اليوم جاء الدستور ليعطيها نفس المكانة التي للعربي. إذن نحن بصدد لغتين وطنية غادي تشمل المغرب برمته من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. نحن كذلك بصدد حق لكل المواطنين المغرب، من حق أبناء المغرب كلهم مستقبلا، ويجب أن نبحث عن السياق، من حق أبناء المغرب كلهم أن يتعلموا الأمازيغية كما يتعلموا العربية، يعني الأجيال القادمة، الأطفال الذين سيلجون المدارس، المغرب يجب أن يتهيأ لأن الطفل الذي سيدخل المدرسة من يتعلم اللغات الرسمية ديال بلده تتعلم العربية والأمازيغية. إذن هذا المحدد الأول، المحدد بمعنى وطنيات الأمازيغية للجميع، وطنيات الأمازيغية للجميع كما قلت. المحدد الثاني مؤسساتي باعتبارها لغة. المحدد الثاني هو يجب أن يتحدد هذا القانون التنظيمي أن كل مؤسسات الدولة، الجماعات الترابية،
القطاعات الوزارية، الهيئات المنتخبة، الغرف أو برلمان أو كذا، كل الإطار العام المؤسساتي للبلاد يجب أن يتعامل مع الأمازيغية كما يتعامل مع العربية. بطبيعة الحال هنا يمكن تطرح تساؤل، أنا مواطن كتبت الإدارة بالأمازيغية غدا، مفروض ماشي مفروض في كل المتلقين في الإدارة أنهم يعرفون تعرفوا الأمازيغية، ولكن يمكن في كل إدارة تكون مصلحة التي تقوم بالترجمة، وهذاك المسؤول الذي لا يعرف مثلا إلا العربية يمكن أن يفيدني بكل الإفادات، ولكن على عاتق تلك الإدارة كذلك أن تجيبني باللغة التي بعدت إليها. إذا استفسرتها بالعربية عليها أن تجيبني بالعربية، وإذا استفسرتها بالأمازيغية عليها أن تجيبني. يعني خصنا نبحثوا في الصياغ التي تجعل من مؤسسات الدولة منخرطة كذلك في بمعنى القانون التنظيمي خصو يحدد أجندة مثلا أو الطريقة اللي يمكن نوصلوا بها أن أطر ديال الدولة يوفوا بهذا القصد. هذا المحدد الثالث اللي تحدث عليه هي أجندة، هي واحد الجدولة زمنية اللي متى ستنخرط الإدارة، متى سنخرط في المكتوب، متى سنخرط على مستوى القوانين. اليوم نحن لا نطالب بصياغة القوانين بالأمازيغية، ولكن نطالب بإصلاح ما فسد في النصوص الحالية من عدم ملائمته مع الدستور. ملائمة مع الدستور تتطلب أننا نصلحه. لكن غدا غدا غادي يصبح كذلك في الأجندة اللي خص الحديث عنها أن الجريدة الرسمية ديال غدا بجانب الجريدة الرسمية التي، لأن عندما تصبح لغة رسمية من حقي الاطلاع عليها بالأمازيغية كما يمكن أن اطلع عليها بالعربي. إذن سنكون أمام نصوص أمازيغية غتولي تصدر. هذا الأهداف التي يجب أن يحدد القانون التنظيمي العمل عليه. شنو هو المجال اللي كتعتبره عنده أولوية كبيرة بالنسبة للقطاعات ديال الحياة العامة اللي خص تدخل فيه الأمازيغية؟ يعني المجال الذي يحظى بأولوية بالنسبة لكم حيوية كتبان؟ أنا تيبان ليا في الحياة أساسا الحق، ما معنى الحق؟ الحق لا يوجد إلا في المحكمة. يعني أتخيل أن كل واحد لاحقه ظلم ما يمكن له يتوجه إلا القضاء للعدالة. العدالة، وبالتالي عند توجهه لهذه العدالة اللي هي المآل، هي يجب أن نحرص على أن تكون كتابة الضبط غدا، على أن تكون لإمكانية ديال الترجمة كل محاكم، خاصة أن عدد المحاكم محدود. يمكن المجالات أو الفضاءات التي لا تتطلب جهدا ماليا كبيرا وكذا يمكن انخرط فيه. ثم من بعد العدالة تنعتبر استمرار المجهود اللي مدير في التعليم سوء يأخذ على الأجيال القادمة وضمان تأطير جيد للأجيال القادمة، يعني خص بذل جهد حقيقي. من بعد تتبلي الإدارة، الإدارة باعتبار وخاصة الإدارة التي تواجه الجمهور، الإدارة التي لها علاقة بالمواطنين وعندها علاقة بالحاجيات المواطنين، غادي يكون من المفيد جدا في كل كونتوار لقى واحد من الموظفين يتكلم ويعمل بالأمازيغي. كان واحد النقاش حول حرف الكتابة والتحسم كيف في علمكم في 2003 بتبني الحرف الأمازيغي تيفيلاغ، لكن بعض التيارات المحافظة بقات رغم ذلك ممانعة ضد هذا الحرف. الآن واش في نظركم من الضرورة أن القانون التنظيمي خاصة فيما يتعلق بالكتابة بالأمازيغية على وجهة المؤسسات والطرق والشوارع وغير ذلك، واش في رأيكم خاص القانون التنظيمي يشير لهذه المسألة ديال الكتابة بالأمازيغية في الواجهات بحرفها الأصلي؟ أنا بكامل المسؤولية وقبيلة تحدثنا على أجندة، تنعتبر أن التشوير وهذه الأشياء ما فيهاش جهد كبير
من نهار اللي تحددت الأمازيغية كلغة رسمية خص القانون التنظيمي يعطيها أولوية، لأن هي الصورة الأولى للمتلقي الشعب المغربي بأنه بالفعل دخلنا مرحلة الدستور الجديد. يعني خص المستوى البصري، أنا تنعتقد خص على المستوى البصري كافة اللافتات أو التشوير أو الإرشادات أو كذا تكون فيها هذه الإضافة. حنا تنكتبوا بلغة أجنبية، العربية والأمازيغية، تنكتبوا العربية والفرنسية، لازمنا الأمازيغية ما تكون إلا إضافة إذا درنا الأمازيغية. وقبل ما ندخلوا في المجلدات وفي المعاجم وكذا مما يتطلب جهدا ويتطلب تكوينا وطاقات بشرية وخصو وقت وخصو كذا، وعلى الأقل يمكننا نشتغلوا في المدى القريب، أقول في المدى الآني وكذا، نشتغلوا لبعث ما يمكن من إشارات وخص تشجيع. أنا تنعتبر أنه خص الاستثمار في هذا الجانب، لأن استثمار فيما هو بصري فيما يشاهد غادي بالفعل يجعل المسألة الأمازيغية تتفعل بشكل أكثر سرعة وأكثر إيجابية. في هذا الإطار هذا ما يتعلق بتشوير، ما يتعلق أيضا بالعلامات الطرقية وغيرها، كاين المشكل ديال التوبونيمي أو ديال أسماء الأماكن. الدولة على مدى زيد من 50 عام أو 55 عام حرفت واحد العدد الأسماء في البلايك، واحد العدد الأسماء يعني دارتهم بالعربية، يعني عربتهم كليا. أسماء أخرى تكتبات بدون قواعد إملائية وبطريقة مزاجية كما اتفق. فواش ما كتشوفوش بأن القانون التنظيمي أيضا خصو يحدد هذه المسألة هذه، أنه خص تعاد النظر في هذا البلايك، يرجع الاعتبار للطوبونيمي الأصلية لأنها تاريخ وحضارة وثقافة، ويرجع أيضا الاعتبار للغة الأمازيغية بأنها لغة المدرسة عندها قواعد، ما يمكنش نكتبوا أسماء كيف يبغى كل واحد. هي تكتبت أسماء بلغة أخرى، تكتبت بلغة اللغة العربية، إذن الخطأ والخطأ هو في لغتين أخرى. احنا بصدد اليوم لغة اللي غنكتبوها الحرف الكتابة ديالها اللي هو الحرف ديالها الحرف ديال تيفينا. لذلك مما لا شك فيه غادي نخص الحرص، هذا زمان غير الزمان السابق، لأن رحنا ماشي أسماء طرق ولا كذا، وأسماءنا، لأن كما تعرف الحالة المدنية المغربية ما عرفت ترسيم وتشيع إلا من طرف كتاب تراجمة فرنسيين أو جزائريين أو كذا اللي كانوا تيخدموا مع الإدارة. وفي بداية الاستقلال كانت الناس تكوينهم ضعيف في الإدارة، ولذلك تلاحظ المغاربة كلهم أسماءهم غير مكتوبة محرفة كذلك. اليوم الحمد لله ما تراكم في بلادنا وكذا، أعتقد مع القانون التنظيمي ومع التأسيس لمرحلة جديدة فيما يتعلق بالأمازيغية، ستكون من الاحترازات اللي تنعتبر مجالها ماشي هو القانون التنظيمي. القانون التنظيمي لا يجب أن يسعى كل التدقيقات والقواعد يعني البسيطة، لا يشمل هذا التخصيص، يكون بحال شي قانون إطار، وإلا غادي نتعطلوا فيه بزاف إلا دخلنا في التدقيقات والتفاصيل، والاختلاف على هذا التفصيل وهذا التدقيق غادي يوصلنا يكون سبب للتأخير هذا النص. أنا تنعتقد أن القانون التنظيمي خص يحدد لاجندة ديال هذا التشوير والعلامات الطرقية، تجي مذكرات وقرارات وقوانين اللي هي اللي تدقق هذه الامور. ما غاديش توقع مشاكل في هذا الا ما حددش القانون التنظيمي بعض الامور وتطبق بشكل غير مرضي. خصنا القانون في المغرب مرين، يعني هذا قانون تنظيمي تبين غدا انه لا يفي بالغرض المطلوب، يمكن يدخل عليه تعديل، يدخل عليه تعديل، واما القواعد التنظيميه ديالو اي المقررات التنظيميه ديالو توضح بما يؤدي الى التطوير. بطبيعة الحال اذا كانت مقاومات ما عندك الا التعديل، لانه كاين اللي يمكن يستغل هذا الجانب وتكون مقاومات يقول لك اودي انا ما عندي شيء النص. حنا فيما يتعلق بهذا القضيه يجب ان نكون محترسين محاذرين، وما نخليوش الفرصه للتضييق. يعني كل ما يمكن أن ييسر أن القضية الأمازيغية تخرج بشكل يضمن تفعيل هذا المكسب الدستوري
خصنا ندفعوا به ندفعوا به الى الامام. في مساله النموذج سير شقر كل بلد كيأسس لواحد سياسه جديده خاصه في المجال ديال التدبير ديال الثقافه واللغات والتنوع الحضاري والثقافي يطرح موضوع النموذج. واش المغرب ملزم ان يقتدي بنموذج جاهز؟ ما لانه في كل مره كتطرح الامازيغيه شي كيهضر على النموذج الكاتالاني، شي كيهضر على نموذج سويسري، شي كيهضر على نموذج كذا. ام ان المغرب عنده من المؤهلات ما يمكنه من انتاج نموذجه الخاص؟ الى هضرنا على المستوى الانساني وحاولنا مزيان الانسان يستفد من تجارب الاخرين ومن نماذج انسانيه صادقه. أنا تنعتقد أن الأمة الهندية تتقدم نموذج ديال التعدد والتنوع اللي ما بعده مئات إلا ما قلناش مئات اللغات وعشرات اللغات وعشرات اللغات الرسمية وكذا. والمعالجات رغم ذلك حافظت الهند على وحدتها ولا زالت الهند. حنا إذا مشينا غير المنطقة التي ننتمي إليها البحر الأبيض المتوسط، أولا جنوب البحر الأبيض المتوسط ما عندناش نموذج للاقتداء به. لدينا في جنوب البحر الأبيض المتوسط الديكتاتورية والقمع اللي كان لهذه الشعوب محى نهائيا الأصول ديالها. وتتعرفوا أن الأمازيغية كانت مقاومات لها كبرى في جنوب البحر الأبيض المتوسط ثم تتعرف في الشمال. المسألة مرتبطة بالتطور الديمقراطي لشمال البحر الأبيض المتوسط. وبالفعل احنا شنا مثلا نموذج بحال اسبانيا ما التحق بالاعتراف بهذا التنوع والاعتراف باللغة وكذا إلا من بعد. ولكن هالتطور اللي عرفته الديمقراطية في أوروبا جعل اليوم في هذه العشر سنوات الأخيرة أن المسألة مسألة الأقليات تأخذ الأولوية فيما يتعلق بالحقوق والحريات. ولذلك تنشوفوا التجربة في سويسرا لكاتالان في كذا، في إسبانيا لباسك كذا، يعني في كل شعوب أوروبا. هل الجهوية في ألمانيا كيفاش مطروحة؟ لغات الجهوية في فرنسا نفسها، لغات الجهوية في فرنسا. هذا الشيء يمكن نعتبره أنا من مفهوم الترف فيما يتعلق بالتطور الديمقراطي اللي حدث. يعني في هذه العشر سنوات الأخيرة بدأ الحديث عن الأقليات وحماية أقلية الأقليات في حقوقها، في الحفاظ على خصوصيتها ولغتها. الأمر مختلف البتة فيما يتعلق بالمغرب. المغرب أمازيغي ماشي أكادير لأمازيغية ولا ناظور لأمازيغية ولا مزار لأمازيغية ولا أزر ولا. المغرب برمته أمازيغي، ولذلك هذا حق لكل المغاربة. وجاء الدستور يتحدث عن اللغة الأمازيغية كلغة رسمية لكل المغاربة، وتحدث عن الهوية اللي فيها هاد المكونات والحضارات كلها التي لحقت الأمازيغيين. لذلك احنا يجب ألا يمكن نستفد من تجارب الآخرين، ولكن يجب أن ننتج نموذجا مغربيا، شعب يتمتع بلغتين رسميتين، هاتين اللغتين وحدة منصفة وحققت عبر التاريخ كذا تراكم وحققت تراكم، والأخرى يجب أن تنصف، وهو ما يجب أن نبذل معهم جهود لنتمكن من أن المغربي يكون يمشي على رجلين الأمازيغية والعربية ويعرفوا لغتي بلاده معا. واش يمكن نقولوا سي شقر بأن مع هذا الاعتراف السياسي والقانوني بالأمازيغية اللي كيدعموا الآن كدعموا الوثيقة الدستورية، واش يمكن نقولوا أن الأمازيغية وصلت لمستوى أن تصبح من أسس الشرعية السياسية ديال الدولة ومن الثوابت الوطنية؟ لأن دائما من قبل كانوا الناس اللي كيطالبوا بحقوق الأمازيغية كيجاوبوهم التيارات المناوئة كيقولوا لهم الثوابت، والثوابت دائما كانت الأمازيغية تقصى منها بحال إلا هي ما عندهاش مكان. هل الآن
الدستور يضمن أن الأمازيغية قد أصبحت من الثوابت التي لا يجوز لأحد أن يمسها أو يطعن فيها. تعرف من ثوابت أي أمة؟ ماذا هي الثوابت في كل أمة؟ هي ما يضمن وحدتها واستمرارها. نعم. الثوابت أنا تعتبر على رأس الثوابت في أي أمة هي الهوية الوطنية. اليوم الأمازيغية أساس الهوية الوطنية حسب دستور المملكة الجديد، وبالتالي ماشي الشرعية السياسية فقط، أنا تعتبر الشرعية الوطنية أن تقول اليوم أنك مغربي معناه أن تقول أنك أمازيغي، وإلا الشرعية الوطنية اليوم هي أن كل المغاربة كل مغربي يجب أن يكون مقتنعا بأنه يحمل في داخله في تركيبته في دماغه في روحه في كذا يحمل هاد الأمازيغية، وإذا لم يكن يتمتع بها رفع عليه أن يبذل مجهود وعلى المحيط وعلى الدولة وكذا أن تضمن له كذلك هذا الحق. ولذلك أنا تمشي بعيد أن الخيار ديالنا خيار بالفعل في مراحل معينة كما قلتي في مراحل كيشعر الإنسان بالغربة. اليوم الحمد لله أنا نقولها بكل احنا مثلا هاجرنا كعائلة من الجنوب للرباط هذه 80 عام والدينا ولكن انا والديا لانه ما عاشوش الدستور الجديد وما عاشوش الله يرحمهم ظلوا رغم انهم مقيمين 80 عام في الرباط قبل ما ظلوا دائما تيشعروا بالغربه ما تيشعروا بذواتهم الا وهم موجودين. اليوم تنحس ان ذاك المحيط اللي كانوا فيه والدينا كله يبحث عن جذوره الأمازيغية وكل يقول لك أنه من هذا الجبال ومن في الوقت اللي كانت سابقا حتى الاعتراف بأن كان تيكون محتشم بقوة القهر الذي لحق الأمازيغيين حتى حق الانتماء المنطقة اللي كل سكانها لا يتكلمون إلا الأمازيغية باش ما نقول شيء وصف آخر حتى هذا الحق كان صعب التعبير عنه وإلا غتشعر بنوع من الدنيا. ما يمكن أن يسجل هذا العشر سنوات الأخيرة أو 11 سنة خاصة بعد الرجل اللي قلت لك ديال 2001 ثم بالدستور الجديد هو أنه تشعر الإنسان بالزهو بالافتخار بانتماء إلى هذه الأمة أمة مغربية أنصفت اللغة كانت في حاجة للإنصاف هي لغتنا الأمازيغية. شكرا سي الشقار. إذا ممكن نقولوا أن المرحلة الحالية غادي تعرف إعادة تأسيس الوطنية المغربية على أساس هذه المبادئ اللي غيجعل جميع المغاربة يشعروا بالانتماء المشترك إلى المغرب اللي كيعترف بكل المكونات. شكرا على التلبية ديالكم الدعوة وعلى المشاركة ديالكم في حلقة اليوم برنامج شؤون أمازيغية. سيدات والسادة النظار الأعزاء، قبل ما نختموا حلقة اليوم كنعرفوا ببعض الإصدارات. من بين الإصدارات الهامة في مجال البحث العلمي في اللغة الأمازيغية كتاب Vocabulaire Grammatical de l'Amazigh Application Phraseologique معجم النحو الأمازيغي، وهو من إصدار مركز التهيئة اللغوية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. من بين الإصدارات الهامة كذلك في مجال البحث العلمي في اللغة الأمازيغية كتاب 2000 phrases dans un parler berbère du Maroc للباحث ليونيل غالون بتعاون مع الباحث محمد زوج، وهو من إصدارات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. هكذا كنجيو لنهاية حلقة اليوم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة.